من العادات اللي انا الصدق احبها عند العرب بكل امانه، واللي جذبني او جذبتني الى حب العروبه، احترام الطفل للكبير وبالذات للاب او الجد او الجده، وخصوصا يوم يقابلونهم مثلا يبوسونهم على رؤوسهم. والله هذا الشيء انا احبه. الاحترام عند الصينيين ضروري جدا جدا، لدرجه اجباري على الشخص او الانسان انه يعتني بهله واجداده ان كانوا احياء طبعا. فالحكومه تجبرهم لدرجه انه طرش مثلا موظف من قبل الحكومه يشيكون اذا الشخص يعتني بهله، يعني بامه ابوه او جدانه، لو ما يعتني فيهم على طول يسووا له مشكله. تدرون حتى دار المسنين في الصين نسبتها قليله جدا. طبعا في ناس بيقولون لا اكيد في ناس يسوون كذي كذي، لكل قاعده شواتره. بس لو طبقوا هذا القانون اجباري على كل شخص انه يعتني باهل المسنين، شو تتوقعون بيستوي؟